يا مساء الفل عليكم، اخباركم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا منتج جديد من شركه لينوفو، موديل كيو تي 82، وهي عباره عن سماعات لاسلكيه. في الفيديو ده هستعرض معاكم المنتج واهم مميزاته، فمن غير كلام كتير يلا بينا. مبدئيا كده السماعات دي انا اشتريتها من على موقع AliExpress، ولما طلبتها التاجر بعت لي معاه الهديه الظريفه دي اللي هو عباره عن كفر. ولما جيت فتحت الكفر زي ما احنا شايفين كده، ببص جوه لقيت فيه سماعات سلكيه، فحركه كويسه من التاجر. طبعا اللي عايز يعرف ازاي يشتري من على موقع AliExpress يترك لي في التعليقات، وان شاء الله نعمل عنها فيديو منفصل. وتعالوا مع بعض كده نشوف شكلها في الاذن. فلو جينا طلعنا السماعه كده وحطيناها، فلو جينا بصينا كده مع بعض، فدي شكل السماعه في الاذن، فهي تعتبر كويسه بالنسبه للفئه السعريه بتاعتها. وكمان السماعه دي خفيفه، يعني خفيفه ممكن ما تحسش بيها. وكمان السماعات دي صوتها في الاذن لما بتيجي تشغل مثلا موسيقى او حاجه مزعج جدا، ممكن يعني يجيب لك صداع، فلازم تخفض الصوت شويه. وتعالوا كده دلوقتي مع بعض نعمل لها عمليه اقتران بالموبايل. فتعالوا كده نشوف. وعشان نعمل لها عمليه اقتران، اول حاجه نعملها نفتح الموبايل بتاعنا، بعد كده بندخل على البلوتوث، بعد كده بنفتح السماعات. للاسف السماعات دي مش فيها الميزه انك اول ما تفتح الكفر انها تظهر على البلوتوث. اللي ظهر ده مش الجهاز، مش السماعه، ده جهاز عندي تاني في الغرفه. فهنطلع السماعه وبعد كده ننتظر ثواني لحد ما عمليه البحث بس تنتهي. فمش ظهرت، فنعمل سكان تاني. فزي ما احنا شايفين ظهر قدامنا اللي هي لينوفو كيو تي 82، فنعمل لها عمليه اقتران. فدلوقتي نعمل بير. فزي ما احنا شايفين دلوقتي السماعات اتصلت بالموبايل، فنطلع السماعه التانيه. فزي ما احنا شايفين لو واخدين بالنا كان ظهر اللون ازرق وراح على طول. فكده السماعات دي اشتغلت معانا. فتعالى كده نجرب الصوت بتاعها. فنروح كده على مشغل الموسيقى عندنا، فندخل على سامسونج. نشغل مثلا الموسيقى دي مش عليها كوبي رايت فمش مشكله. فنعلي الصوت. فزي ما احنا شايفين لو سمعنا الصوت. طب دلوقتي مثلا سيبنا السماعه دي، طلعنا السماعه التانيه، شوف المشغل الموسيقى وقف، فنشغل تاني. للاسف السماعات فصلت خالص، رجعت اتصلت تاني. فزي ما احنا شايفين دلوقتي اسمع كده. طب دلوقتي مثلا لو حطينا السماعه دي في البوكس نشوف كده هتفصل، فصلت. فنشغل تاني كده، للاسف الاتصال بتاعها يعتبر ممكن مش مستقر، او كمان بس لسه في البدايه. فنطلع السماعه تاني كده من البوكس تاني. طب نجرب. لحد دلوقتي برضو مش راضي يتصل، فهنخش طبعا على البلوتوث. هتصل لوحده برضو. فدي السماعه اللي هي ناحيه الشمال هي اللي شغاله، اليمين مش شغاله. طب نجرب كده دلوقتي كده الاتنين شغالين. الصراحة الصوت مزعج جدا يعني. لا طيب، المميزات في السماعة دي اللي هو ضغطة واحدة، لو ضغطنا ضغطة واحدة الموسيقى تقف، لو ضغطنا ضغطة تاني الموسيقى تشتغل. ضغطة مطولة بيشغل المساعد الصوتي، لو زي ما احنا شايفين زي دلوقتي زي ما احنا شايفين المساعد الصوتي لسامسونج اشتغل. المفروض 3 ضغطات ان الصوت يعلى معانا، زي ما احنا شايفين 3 ضغطات على ناحية الشمال الصوت يوطى معانا. للأسف موضوع انك تضغط 3 ضغطات مش شغال بصورة مميزة، اللي هو مثلا 3 ضغطات مرة تشتغل معاك، وخصوصا تشتغل اللي هو في رفع الصوت بس. يعني جربت معاها محاولات كتير ان انا اخفض الصوت عن طريق السماعة، للأسف مفيش فايدة. فهي الميزة الوحيدة اللي شغالة فيها اللي هي الميزة ضغطة واحدة تشغل الموسيقى، ضغطة واحدة توقف الموسيقى، الضغطة مطولة ان هي تشغل المساعد الصوتي. ودي كده كانت اهم المميزات في سماعات لينوفو اللي هي كيو تي 82. طبعا لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا معايا في القناة، والقاكم في فيديوهات تانية. سلام.